كرسي؟ فين الخص اللي قلتلك عليه؟ أهو مدام. يا سلام، كرسي؟ فين الخص اللي قلتلك عليه؟ ياه شاعرة يا ماما، تنفع مطلع أغنية والله. تتريق عليا يا عزمي ولا إيه؟ لا ده أنا بس عجبني سجع الجملة. أنتي الخص ده كله واخداه رايحة على فين؟ رايحة حديقة الحيوانات، رايحة أأكل الأسد يا عزمي. حيوانات إيه دلوقتي يا حماتي؟ هو الأسد بياكل خص؟ آه شفت؟ لقى البني آدمين نازلين حتى تكبتتك على لحمة الحمير، قال أقضيها أنا دايت، بياكل خاص. عندك اعتراض يا عزمي؟ لا خالص. في حاجة يا أشجان؟ لا حاجة حماتي. بالهنا والشفا. تعال تعالي ناوليني الطالون بتاعتي والطرحة والشنطة. سيبك من أمك دلوقتي، خلينا في العملية اللي جايبها لنا نيفين. هنعمل إيه؟ لا 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 سيبك من نيفين دي خالص، مش هشتغل معاها، دي بنت استغلالية. وبعدين اديكي شفتي العملية اللي فاتت عدت عنب العنب من غيرها. ليه يا حسمي؟ دي جايبة لنا عملية من الهوا، وبعدين مصالح بيت الصالح. والله انت اللي طيبة، بسنانك الجديدة الجميلة اللي انت عاملاها دي. حلوة اسناني؟ موت. بس انا حاساه يعني الدكتور عاملها البان شكلتس قوي كبيرة قوي. هو ده اللي ماشي، ده الجديد اليومين دول. تفشل. انت عاملاها فين؟ عند الدكتور مصطفى السبكي، بس غالي قوي. معروف. المهم بنت نيفين دي لو طالت تقلب، يعني اديله بقى. نيفين دي لو طالت تقلب اللي ورانا واللي قدامنا مش هتسيبنا. على طول احمد فتحي بيوسع وبيلعب كرة على القائم الثاني، وادي الكرة مرة ثانية وفرصة. عزمي، هو احمد فتحي ده بيلعب في النادي ايه؟ احمد فتحي بيلعب في الاهلي طبعا. هو احمد فتحي ده غير احمد فتحي الفنان؟ لا هو احمد فتحي الممثل، هو احمد فتحي الفنان. هو بيلعب حلو قوي. بجوار القائم الايمن عزمي، هو حازم امام وحسام حسن واحمد الكاس لسه بيلعبوا؟ اه يا حبيبتي لسه بيلعبوا، هم وربيع ياسين ومختار وسمير زعتر كلهم بيلعبوا. حازم امام ده غير حازم امام التاني اعتزل خلاص. طب مين فيهم اللي قلدك فريه زي الكبير اللي اعتزل؟ هو مش كبير يعني، بس اللي اعتزل خلاص. اه ده لذيذ قوي بصراحه. يلا بقى انت قالوا بقى هناك بقى. فتوح بيلعب كوره عاليه، وادي لمسه راسيه وجول. عزمي، هي مصر بتلعب مع الكاميرون؟ لا بتلعب مع السنغال. اشجان ارحميني يا اشجان، ده ماتش في الدوري المصري بين الاهلي والزمالك، ممكن تسيبينا نفرق؟ ماشي ماشي. اصل ايه الاسامي الغريبه دي؟ تايكوندو كونج بونج سونج فونج، ده دي لعيبه افارقه بنجيبهم كده بسعر حنين، وبعد ما يترقعوا بيتباعوا بملايين. ملايين؟ امال انت فاكره ايه؟ انت طيبه وغلبانه وعلى نياتك. ارحميني بقى يا اشجان وسيبيني عشان اتفرج على الماتش. طب ما تيجي تقول ايه؟ ادي الجمل وادي الجمال، وادي ام الماتش اهو عشان ارتاح منك يا اشجان. اتفضلي اموري، عايزه ايه؟ احنا هنتاجر في اللعيبه. لا انت مش عارفه احمد فتحي من مصطفى قمر يا اشجان، تاجر في اللعيبه ازاي؟ لا 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 انا ما اقصدش اللعيبه دي خالص.